طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم جميعا. أنا نور فتح الرحمن أحمد أبو الله، مترجم متطوع لترجمة محادثات تيد وفي مشروع تيد ترانسليترز. اليوم الأول من سبتمبر 2020، إن شاء الله هنتكلم ونتفاكر حول مشروع تيد ترانسليترز والمترجمين الجدد. عندهم يعني أسئلة واستفسارات وبيلاقوا بعض الصعوبات، فأنا هبدأ باستطلاع سريع أو هطلع بأوفر فيو حول المشروع نفسه والخطوات والأشياء المتوقعة، وبعدها إن شاء الله هترد على استفساراتكم إن وجدت. فكان يفترض أن نعمل بث مباشر داخل مجموعة المترجمين، لكن بكل أسف يبدو أنه في مشكلة فنية ما بين زوم وفيسبوك حاليا، فتعذر الشير يعني. فحبدا إن شاء الله في حيث يبدأ أي متطوع. في العادة إحنا نجي للموقع ted.com اللي هو ده الأساس بتاعنا. بنشوف هنا في participate، بنشوف translate، وبنبدأ من هنا في translate. النقطة اللي بنبدأ منها فيه هنا كلام عن المشروع وإحصائيات عدد اللغات موجود اليوم، 115 لغة، المترجمين المتطوعين كم عددهم والإنتاجية بتاعتهم من عدد الترجمات اللي تمت حتى الآن. في ترانسليتر بلوج، ده مدونة المترجمين، في العادة إنه يكون فيها كل الأشياء الموجودة. لو في واحد يحتاج لإنه يشوف البرومو فيديوز اللي هي بتكون بتاعت الترانسليترز نفسها، فبيمشي هنا وبيلاقي دائما في فيديوهات اللغة العربية، الإنجليزية إلى آخره، من كل اللغات. تمام؟ فمن هنا بنبدأ. الواحد عاوز يترجم، داير يبدأ متطوع، getting started. تمام؟ لما تبدأ الورك فلو بيبدأ إنه والله هيكون في ترانسكريبشن، هيكون في ترانسليشن، هيكون في ريفيو، هيكون في أبروفل. دي الأربع مراحل اللي بتتم بها ترجمة كل محادثة من محادثات تيد، سواء كان من اللغة العربية إلى الإنجليزية ثم إلى اللغات الأخرى، أو من الإنجليزية إلى اللغات الأخرى، لأن اللغة الأساسية والرسمية لمؤتمرات تيد هي اللغة الإنجليزية. تمام؟ في الترانسكريبشن هنا ده ممكن تعمل ترانسكريبشن لتيد توك أو لتيد اكس توك أو لتيد إد توك اللي هو تيد إديوكيشن. وأنا بفترض الآن إنه كل الناس عندها فكرة عن ما هي تيد والمشروعات بتاعتها المختلفة، لأنه شفنا بارتسبيت هنا بنلاقي فيه ممكن الواحد يشارك عبر تنظيم مؤتمر تيدكس محلي، يمكن أن يشارك أن يكون زميل لزملاء تيد، وممكن أن يشارك باقتراح شخص ليتحدث في منصة تيد في المؤتمرات الرئيسية بتاعتها، بما فيها ترشيح نفسك. يعني ممكن ترشح نفسك لأنك تتحدث في مؤتمرات تيد. تمام؟ في الترجمة بصورة عامة إحنا ما بنكتب زي الترجمات على الشاشة في باقي الأنشطة اللي ممكن الواحد ترجم فيلم ولا ترجم أي فيديو. بيضع دائما المترجم يعني في البداية اسمه إنه يعني ترجمة فلان الفلاني. في العادة نحن يعني الكريديت نفسه هيظهر بصورة آلية في البروفايل بتاعك في TED.com، والبروفايل بتاع TED.com هو حاجة عاملة زي كده. في العادة بيكون فيها توضيح لكل الأدوار اللي لعبتها في تيد خلال النشاط في الكوميونتي. يعني تيد هوست معناها كنت أحد المضيفين داخل مؤتمر تيد الرئيسي، تيد أتندي معناها حضرت أحد مؤتمرات تيد الرئيسية، مؤتمر أو أكثر، تيد ترانسليتر وهي دي النشاط التطوع اللي احنا بنعمله الآن، وتيد اكس أورجانيزر إنك تكون منظم لمؤتمرات تيد، ولانجوج كوردينيتر اللي هي مرتبطة بتيد ترانسليتر. يعني كل ترانسليتر ممكن أن يكون لانجوج كوردينيتر، واللانجوج كوردينيتر بالضرورة هو مترجم متطوع. تمام؟ فهنا في الأكتيفيتيز ساعتنا بنشوف لو في أي أكتيفيتيز رياكشنز في التعليقات على المحتوى، على الريكومنديشنز، على إلى آخره. والترانسليشنز هنا بنشوف فيها كل الأدوار اللي قمت بها في الترجمة، والأدوار هي الموجودة إنه ترانسكريبشن والترانسليشن والريفيور الريفيجن. هذه الثلاثة أدوار اللي بيلعبها
كل شخص. الدور الرابع اللي هو الدور بتاع الابروفل او انك تكون لانجويج كوردينيتور، ما عليه كريدت وما بيظهر هنا. يعني عدد الترانسليشن والريفيجن والترانسكريبشن بتاعتك هي اللي بتظهر هنا، لكن عدد الابروفلز بتاعتك ما بتظهر. لذلك قد يكون دي واحده من النقاط غير الجاذبه بالنسبه لللانجويج كوردينيتورز. العمل بتاعهم ما معروف، ما 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 في احد بيشوفه من خارج الكوميونتي، انما هو حاجه ما بين مشروع التيد اللي هم القائمين على التيد ترانسليترز من تيد نفسها ومنسقي اللغه اللغات المختلفه يعني. تمام. فنرجع للاربع خطوات. قلنا الكريديتنج، ودي المكان اللي بوري النقطه الاضعف في موضوع لماذا يعني موضوع الابروفل واللانجويج كوردينيتورز لماذا لا يجد يعني النشاط المطلوب. فانت بتبدا اصلا ترانسليشن وترانسكريبشن وكده، لما توصل للمرحله بتاعت انك تكون لانجويج كوردينيتور ما في كريدت، ما في حاجه هتتشاف للخارج. فالسبيشال تيد بروفايل بيج والاسم بتاعك بيكون موجود في الفيديو بلاير، يعني لما التوك بيشتغل هو بيعمل بول لمين ترجم ومين راجع الترجمه. تمام. ففي ريكويرمنتس محدده متوقعه من كل شخص، انه في اللانجويج الفولنتيرز لازم يكون عندهم اللغه فلوينت في اللغه الام واللغه الثانيه التارجت اللي هي هترجم ليها، والترانسكريبشن برضو لازم يكون بنفس الفلوينسي. الفولنتير ترانسليتر والترانسكرايبر لازم يكون عارف بالبيست براكتسز بتاعت السبتايتلز، ودي من الاشياء اللي احنا هنزورها لاحقا. تمام. بالنسبه للاساينمنتس، كل متطوع جديد لمشروع الترجمه لازم يشتغل على اساينمنت واحد. يعني الان انا بامكاني اشتغل على 5 توكس في نفس الوقت، ما في مشكله، لانه عندي الخبره الكافيه وعارف الرولز وبعرف التايم مانجمنت بتاعي، ممكن انا اخلصهم في خلال شهر. لكن كل توك، كل اساينمنت لازم يخلص في خلال 30 يوم. لو انا اخذت اي، يعني ممكن انا اشيل الاساينمنت اليوم، اشيل الترجمه او ترانسكريبشن اليوم واكمل اليوم، ذاتس فاين، لكن لازم ينتهي في فتره اقل من شهر. قبل ان تبدا المراجعه، والمراجعه تحتاج خبره. لو شفتوا انتوا في اسمه ايه ده، الرولز بتاعتي هنا، ده بتلاقوا اكبر حاجه هي الرول بتاع الريفيجن. يعني في البدايه بدات كمترجم، يعني في 2009 قبل 10-11 سنوات. تمام. بدات كمترجم، كنت مترجم لعدد كبير جدا، لكن لاحظت انه في مشكله في الريفيجن. يعني انا بترجم وفي ناس فيكم الان كان ريليت تو ذس، يعني بيكون عندهم العقبه دي بتاعت مستنين شخص يراجع. زمان اول ما بدا المشروع كان اسمه تيد اوبن ترانسليشن بروجكت، مشروع تيد المفتوح للترجمه. في ذاك الوقت كان الابروفل او مصادقه الترجمه كان بيتم من جانب تيد نفسها. وضحكنا لما عرفنا انه مديره مشروع الترجمه في ذاك الوقت كريستين واين بيجلر، هي لا تتحدث غير اللغه الانجليزيه، فكان يعني يتم المصادقه على الترجمه ومراجعه الترجمه على اساس انه خلاص ده يعني هاند شيك ما بين مترجم ومراجع. لاحقا تم ايكال المهمه دي اللي هم اللانجوج كوردينيتورز، منسقي اللغات. بعد ما الناس يعني تعرفت على الامور وجلسنا في ورش عمل مختلفه وناقشنا الموضوعات، يعني انه لا يمكن للغه لا يتحدثها الشخص يعني ياخذ فيها قرار. تمام. فدي الحاجه اللي بتاخذ زمن، فبالتالي يبقى انه قبل ما يبدا المترجم الجديد انه يراجع ترجمه، لازم على الاقل يكمل يعني ترانسكريبشن او ترانسليشن لما يقابل 90 دقيقه من محتويات المحادثات. 90 دقيقه دي ممكن تكون على فكره 3 توكس، 30 دقيقه ممكن تكون 6 توكس، 15 دقيقه الى اخره، المهم على حسب شغفك. احنا في العاده كمترجمين متطوعين بنكون يعني driven by passion، يعني دائما الرغبه بتاعتنا في نشر العلم والمعرفه والافكار التي تستحق الانتشار هي المحرك بتاعنا الرئيسي في يعني فعل ما نفعله
وفي توك جميل جدا انا اي هايلي ريكومند انه اي شخص ما شافه يعني ما استمع له يشوفه، اسمه واي وي دو وات وي دو لتوني روبنز، جميل جدا يعني بيشرح فيه الاشياء بصوره جميله جدا جدا. تمام، في جايد لاينز لازم كل واحد من المترجمين المتطوعين الجدد لازم يكون عارف الجايد لاينز ويكون ماشي فيها من الكولابريشن. احنا الموضوع بتاعنا كله قائم على المشاركه وعلى التعاون، بدون التعاون بدون المشاركه يعني ما هيحصل. الان انا ما في اي سبب من الاسباب يخليني اعمل الجلسه دي استقطع من وقتي وانشطتي وراحتي وابنائي وكده عشان اكون موجود معاكم هنا، الا رغبتي في انه اتعاون معاكم في يعني نشر الافكار والمعرفه والى اخره. تمام، فلازم انه يكون في كلير دايركشن يعني في الفيدباك ما بين المتطوعين بصوره مختلفه. احنا بناتي من خلفيات ثقافيه ولغويه وجنسياتنا مختلفه وكده، فلازم يكون في يعني كلاريتي في الدايركشن والفيدباك. لازم انه الناس برضو تكون يعني حريصه على انه النقد يكون بطريقه بناءه وليس الطريقه الهدامه والفظيعه وكده. لازم انه اختيار الكلمات والمقاطع يعني يكون للغه العربيه التي نجمع عليها جميعا. لو كل واحد تحدث باللهجه بتاعته الدارجه المحليه المغله في المحليه فلن نفهم بعض. كلنا نتحدث لغه عربيه اللي هي لغه الصحافه اللي بنقراها ونشوفه كلنا. في عدد من اللغات العربيه على فكره الدايلكتس اللي هي اللهجات موجوده داخل الترجمه، رغم اننا في البدايه كنا شايفين انه الناس تترجم الى اللغه العربيه فقط، يعني ما عندها معنى انه انا امشي اعمل اللغه العربيه السودانيه واللغه العربيه المصريه واللغه العربيه وكده. لانه لغه الصحافه مفهومه لكل الناس، يعني هي ندرسها في المدارس وكده. تمام، في بعض الاحيان يعني في مراجعين الواحد بيراجع الكلمه يعني نفس الكلمه الكرسي ولا المقعد هم بيعنوا نفس الشيء، فلقيت انه كرسي وكرسي مفهومه اقوم لا اغيرها اخليها مقعد على حسب مزاجي، فبتعمل يعني فراكشنز وبتعمل ديسجريمنتس لا داعي لها. يعني التعاون هو الاساس بتاعنا احنا في الكوميونتي بتاع المترجمين. يعني السبتايتلينج عنده قواعد وشروط. كل الاشياء يعني معظم المشاكل اللي بنشوفها احنا الان من انه يعني لماذا لم يصادق على المحادثه بتاعتي، لماذا لم تراجع، بيكون لانه الناس لم تقرا الصفحات دي بصوره كافيه. يعني واحده من الاشياء الممتازه اللي بيعملها مشروع تيد او تيد بصوره عامه اللي هو تنظيم وترتيب المعرفه، النوليدج مانجمنت والنوليدج شيرنج، يعني في بيعملوها وحنشوف الكلام ده احنا اللي قدام، انه معظم الاسئله بتكون موجوده اجاباتها في الصفحات دي. يعني اصلا ما محتاج لاي ريفرنس ثاني لو قرات الصفحات دي بصوره كويسه واتبعت الارشادات. في هنا جايد لاينز يعني للرولز هاو تو بريك اللاينز، انه لو العدد الاحرف زاد على 42 كاركتر هنا حتكون القراءه صعبه في الشاشه، خصوصا لو كان متحدث بيتكلم ب يعني سرعه في الكلام بتاعه. تمام، وكيف انه السبتايتل ممكن انا اضغطها يعني سكويز الكلام نفسه، ممكن ابدل في الكلمات بحيث انه يعني تدي نفس المعنى لكن باقل عدد من الكلمات على اساس انه تكون مقروءه. في هنا تيتوريال كامل للسبتايتل بتاع اللينث الطول الشاشه. في هنا حاجه اسمها التيدي ستايل. التيدي ستايل ده متحدثي تيد في العاده هم يعني من الناس في الكاتنج ايدج للمجالات بتاعتهم، لو في واحد تحدث عن البيئه بيكون هو بيتكلم عن اخر بحث جاء في مجال البيئه، لو جاء يتكلم عن الرياضيات بتكون بيتكلم. فبعض الاحيان تكون هناك مصطلحات لا وجود لها. انا حتى الان حتى اليوم دائما اضحك في بعض الكلمات اللي لاقتني وكانت صعبه جدا انها تترجم الى اللغه العربيه لانه لا رديف لها. يعني اللغة الإنجليزية متقدمة ودائما بتبتكر
يعني كلمات ومصطلحات جديدة، واللغة العربية القواميس بتاعتنا غير مواكبة للموضوع ده. واحدة منهم كان complexity complex، يعني التعقيد معقد، يعني شيء بيكون كلمة ما عندها معنى. لذلك لازم الواحد يبتكر، لازم التيري ستايل يشتغل اللي هو الكرياتيفيتي والانوفيشن، ان نستخدم يعني الابتكار ونستخدم المجاز ونستخدم البلاغة بتاعتنا باللغة العربية، يعني مليئة بها. تمام، في فورمال انفورمال اوفر فورمال، يعني بنشجع اللي هو حيثما يكون مناسب بنحاول نستخدم الانفورمال لانجويج، يعني اكثر من اللغه الاكاديميه الصارمه. انا شخصيا استاذ جامعي وادرس يعني لسنوات طويله، لكن لما اجي في اللغه بتاع التيد واشوف المتحدثين بيتكلموا ويكونوا اكاديميين وباحثين بيتكلموا دائما بميتافورز، فما بالضروره انه نترجم ترجمه قاموسيه صارمه. ثاني حاجه، الحاجات دائما في العاده بتكون يعني حديثه اكثر من انها تقليديه. المحادثات على التيد بتحمل كثير جدا من الطابع العاطفي الحماسي الملهم، فبالتالي بتكون بيرسونال، يعني الواحد دائما بيتكلم عن قصه نجاحه، بيتكلم عن تجربته هو. ثاني حاجه، الحاجات معظمها بتميل للعالميه اكثر من الاقليميه او المحليه، يعني بتكون شكلها الكلمات اللي احنا محتاجين نعبر بها عن الموضوع حاجه ممكن تشمل، تكون شامله وتكون يعني انكلوسيف اكثر من انها اكسكلوسيف. الايديومز برضو الاستخدام بتاع العبارات ليست الحرفيه، الترجمه الحرفيه في الموضوع ليس كلمه بكلمه. يعني مثلا من الاشياء اللي دائما بضرب بها مثال هو الموضوع بتاع ترجمه التوك اللي اسمه كان سنجل ستوري، the danger of a single story. هذه لو يعني الواحد لو عاوز يترجمها ترجمة يعني حرفية، فإحنا بنتحدث عن خطورة القصة الواحدة، مش كده؟ لكن في الترجمة إلى اللغة العربية كانت مختلفة، كانت ترجمة يعني فيها كأنها idioms، مش كده؟ نشوف هنا كيف ترجمت language. شوف الآن، أنا طبعاً متعود على الموقع القديم اللي يعني من البداية نستخدمه، فنشوف هنا ده بنشوف الترجمة كيف كان الترجمة ليست حرفية، خطورة النظرة الأحادية. فهذه يعني كيف إنه أنا ممكن أطلع يعني مجاز جميل جداً أوصل به نفس العبارة أو الشيء اللي عاوز أخذه به، ولا بأس من انه الشخص يعني يسأل. في ناس كتاب قصص ومترجمين يعني اكفاء وكده ممكن اسألهم. تمام، فدي كلها التايتل اوف وركس، البروبر ناونز، البنتكويشنز، والكاركتر سيتس، واليونتس اوف ميجرمنتس، البوصه في مقابل السنتيمتر، والقدم، والى اخره. فدي اشياء كثيره لازم نراعي فيها، دي كلها هنا جايد لاينز. وفي سب تايتلنج ريسورس، دي عباره عن نوليدج بيز كامل، في فيديوز يعني تعاوننا فيهم عدد كبير جدا من المترجمين من لغات مختلفه انها تكون يونيفرسال، يعني كل المترجمين ممكن يوصلوا لها ويشوفوا كيف الحاجات. الان كل الاشياء اللي هنتكلم عنها هنا ده لا تتم في موقع TED.com، وانما تتم في منصه اخرى اسمها عماره. تمام، فالمنصه بتاعت عماره
هي اللي بتعمل كونكشن ما بين TED.com و TED Translators الكوميونتي بتاعنا. لكن الشيء المهم اللي لازم نعرفه انه في كوميونتي كامل فيه بروجكت اسمه اوتيبيديا. اوتيبيديا اللي هو Open Translation Project Wikipedia اللي هو الموسوعة بتاعهم. هنا في داخل البورتل ده بنلاقي في كل اللغات، يعني بنلاقي أشياء كثيرة جدا لها علاقة بالترجمة. يعني اللانجوج كوردينيترز بنلاقيهم موجودين هنا في السوشيال ميديا كل الحاجات. فده نوليدج بيس كامل. الواحد فينا محتاج المين جايد للريسورس في عمارة والترانسليتر تول بوكس، يعني كل الأشياء اللي أنا محتاجة موجودة هنا ده في شكل بتاع ويكي أنا ممكن أستخدمه وأرجع عليه بصورة دائمة. معظم التأخير اللي بيحصل يا شباب في المصادقة على التوكس معظمه بيكون في عدم اتباع اللوائح. يعني الواحد جديد ومتحمس وعاوز يترجم وينشر أكبر عدد من الترجمات دون المراعاة للقواعد، يعني إنه محادثات الطريقة بتاعتها مختلفة يعني قليلا. تمام؟ فدي من الأشياء المهمة جدا. الآن ممكن من هنا نمشي على أمارة. في من الأسئلة اللي بتيجي دائما من الشباب إنه أنا ما لقيت أي توك يعني أترجمه في المنصة بتاعت أمارة. أنا همشي الآن أدخل على حسابي. الآن في الحساب بتاعي همشي لعمارة. تمام. هذه المنصة بتاعت عمارة. تمام. أنا لو الآن خارجة لوج أوت. أنا في الخارج هنا ده. تمام. لوجن في الحساب بتاعي. لو انا عندي حساب في تيد وانا عامل لوجن في تيد، يعني الان انا موجود في سيشن اكتف في تيد، ممكن تعمل اوثرايزيشن اللي هو هنا ده الاوثرايزيشن لللوجن باستخدام واحد من التولز. لو دخلت على تيد، يعني انا عامل اصلا لوجن في تيد. هذه هي الداشبورد، ده اللي مكان اللي ببدا منه. لكن قبل ما نمشي للداشبورد خلونا نشوف في جايد لاستخدام عمارة نفسها، في الفيديو بتاع الليرنينج سيريس، وده مهم جدا جدا انه الفيديوهات دي في اليوتيوب بتوري. نرجع منها، ما اعرف ليه الليست الفيديو از برايفت. اوكي تمام. فأنا أول ما أدخل، يعني دي المكان اللي معظم الناس ما بيلاقوا فيه الفيديوز. أول ما أنا كلانجوج كوردينيتر بلاقي عندي البريفليج بتاع إنه أنا أعمل أبروف لتوكس موجودة تم ترجمتها بواسطة مترجم ومراجعتها بواسطة مراجع، والمراجع زي ما قلنا إنه شخص كمل 90 دقيقة من الترجمة. أنا لو نزلت هنا في البروفايل بتاعي شفت All Available Tasks، كل التاسك الموجودة. فبجي هنا ده بلاقي إنه في projects مختلفة، في project بتاع TEDx والTED Talks والTED Ed، وفي TED Translator Resources، وفي TED Series. يعني دي الخمسة مشاريع مختلفة. أنا لو كنت مترجم جديد في الغالب هلاقي تيد اد، تيد اكس توكس، والتيد توكس. في التيد توكس لو الواحد دور هنا ده في الغالب يعني ما بيكون متوفر فيها توكس. يعني انا الان عندي لانجويج كوردينيتر ما هلاقي هلاقي توكس. لكن لو كنت انا مترجم جديد دخلت اول مره فجات الديفولت بيجيني هنا ده، فهيلاقي انه ايه ما في حاجه، ما في نو تاسك هير. معظم الناس بيوقفوا هنا وخلاص، انه والله دخلت على المنصه
وما لقيت فيديو عشان اترجمه. في الغالب هم ما استخدموا الفلترز الموجوده. الفلترز الموجوده بتقول ايش؟ انه في تاسكس مختلفه على حسب البريفليج بتاعك انت بتشوفه هنا. بامكانك وانت المسموح لك انت كمترجم جديد تشوف الترانسكريبشن. تمام؟ الترانسكريبشن في اي مشروع في حاجات مختلفه، تيد توكس ولا تيد اكس توكس ولا تيد اد، ثلاثه. تمام؟ ثاني لازم اعمل الفلتر بتاع اللغه بتاعتي. فانا الان ترجم لغه عربيه، تمام؟ في اللغه العربيه عاوز ترانسكريبشن في اي مشروع في تيد اكس مثلا، حلاقي الترانسكريبشن هو ممكن يكون ترجمه من لغه اخرى، تمام؟ او ترانسكريبشن للغه نفسها. فالان في عدد كبير جدا من المهام اللي ممكن اخذها الان، شوف اكثر من 45 صفحه في اللغه العربيه، هذه كلها فيديوهات ممكن تكون جايه من فين؟ من تيدكس، من تيدكس المحلي اللي كان موجود في المنطقه بتاعتي او اي منطقه اخرى. هذه كلها تاسكس ممكن انا اعملها، ممكن على طول اعمل اساين. يعني الان لو في اي احد عنده مشكله في انه ما لاقي محادثه عشان يعملها ترانسكريبشن وهو مترجم جديد، فهذه من هنا ممكن نعمل دايركت اساينمنت لهم، تمام؟ او نشوف تيد اد اللي هو تيد ايديوكيشن. تيد ايديوكيشن هي فيديوهات قصيره والشعار بتاعها اللي هو ليسونز يعني وورث سبريدنج، انه المفروض تروح في اي كلاس وتحضر. هذه المهمه الاولى بتاعه ترانسكريبشن. ممكن اشوف مهمه ثانيه في تيدكس نفسها، وهذه الاكثر. انا عندي محادثه اتكلم في تيدك جده في السعوديه عن انه ماذا لو ترجمنا كل محادثات تيدكس، وفيها اشياء ممتازه جدا جدا. فالان عاوز ترانسليت. الترانسكريبشن تم من يعني وضعنا النصوص باللغه العربيه زي ما هي، تمام؟ فهذه فرصه بتاع ترانسليشن للغه العربيه من الاوريجينال لانجويج اليابانيه. طيب اللغه الريفرنس ايش هي؟ اللغه الانجليزيه، معناها الفيديو ده هو اصلا ياباني لكن تم ترجمته للغه العربيه، والان متاح انه يترجم الى اللغه العربيه. فبنلاقي من لغات مختلفه، لا من ضمنها الانجليزيه، هندي، فرنش، الى اخره، رشن. نشوف قدام شويه نشوف. وهذه الجمال بتاع الموضوع، يعني الان اي فيديو احنا من اللغه العربيه عملنا ترانسكريبشن وترانسليشن للغه الانجليزيه بيكون برضه في اللغات الثانيه متاح انه الفيديو ده اصلا الاوريجينال لانجوج بتاعته كانت العربيه وتم ترجمته الى اللغه الانجليزيه، فالريفرنس الان موجود ممكن ترجموه لاي لغه ثانيه. وهذا جمال يعني انه كيف اننا ممكن نتواصل كبشر يعني في كل الاماكن، تمام؟ فانا هتوقف هنا حتى الان. من الاشياء المهمه جدا نعرفها انه في ريسورسز كثيره ممكن نستخدمها. انا ما اعرف بتاع الفيديو بتاع اليوتيوب معموله برايفت. في سبورت ممكن تسال عماره نفسها، الاوتيبيديا اللي هو قلنا النولج بيس، الصفحه بتاعت الفيسبوك، الجروب اللي احنا موجودين فيه اللي انا اعلنت فيه انه في سيشن، وفي لانجوج كوردينيتورز. في العاده يعني يفترض انه الناس تمشي خطوات، تمشي الخطوه الاولى بتاعت انه انا ادرس كل ما اجده من معلومات قبل ما الجا لسؤال شخص اخر، لانه لو تعلمت بنفسي يعني علمت نفسي ذاتيا هذا بيرسخ المعلومه داخلي، ولو سالت بيكون سؤالي محدد جدا جدا. يعني الواحد ما يلجا لمساله السبون فيدينج، يعني انه يطعمك بالمعلقه. حاول انك تجتهد لانه هذه عمليه تعلم ذاتي ممتازه جدا جدا. ف ده مبدئيا الاشياء اللي عندي، انه فين الاشياء عشان تعرفها بنفسك وعشان تتعلمها بنفسك وعشان تطور يعني امكانياتك بنفسك. في كميه بتاعت فيديوهات الان موجوده. معظم الناس اللي ما بيتبعوا الخطوات في الغالب يعني شوفوا الان، انا حديكم نموذج بسيط. هذا الفيديو مستني الابروفل، يعني في زميل مترجم او زميله وزميل او زميله مراجع هم ترجموا البتاع ده، هو الان موجود على الابروفل. انا اوريكم المعاناه بتاعه المنسق اللغه اللي هو في النهايه ما حيجيه اي كريدت. ف
فانا الان من برا قبل ما استلم المهمه نفسي، فحاجه اشوف ايش يعني نوعيه الترجمه، الجوده بتاعتها، كم من الزمن انا حيكون مطلوب مني عشان استثمره في هذه الترجمه. كفاك تفرجا على مسلسل حياتك. فباخذ فكره مبدئيه، هل السطر فيه اكثر من 42 كاركتر؟ هل الكلام مقطوع بصوره كويسه؟ الاستخدام بتاع اللغه، النحو، البلاغه الى اخره، يعني كل الاشياء. في بعض الناس تلاقي اول سطر بيكون موجود هنا ده الواحد بيكتب فيه اسمه هو، المترجمة فلان الفلاني وكذا، يعني بتكون في اخطاء. يفترض انه من البدايه حينما دخلت المشروع وتطوعت لا يجب ان تقع فيها. فبما انك وقعت فيها فبيخلي انه انا ما عندي رغبه في انه اخلي الترجمه بتاعتك واصلاح الترجمه بتاعتك اولويه الان. انا حتعامل مع الناس الماشين بالقوانين لحد ما ارجع في وقت لاحق للترجمه بتاعتك. وفي يعني كميه كبيره جدا من المحتوى محتاج مراجعه، وهي العمليه اصلا بتبدا الترانسكريبشن والترانسليشن والريفيو، واخر حاجه هي الابروفل. فانا اذا كان كمنسق بتاع لغه عربيه من الزمن يعني اسارق الزمن في حياتي الشخصيه وانشطتي المختلفه عشان اخدم المجتمع، فلما اجي والاقي ان انا الدور بتاعي الان بدل يعني فقط يعني كواليتي كنترول، تاكد من الجوده بصوره يعني قليله جدا طفيفه، الاقي نفسي انا حاعمل عمل بتاع مراجعه مره اخرى. في الكلام ده ديسكارجينج، خصوصا انه ما عليه كريدت، يعني ما عليه كريدت. الكلام ده مهم جدا جدا لانه الكريدت مهم، وهو يستخدم النظريه بتاعت الجيميفيكيشن التلعيب، وبتخلي في ريورد سيستم للدماغ، ومتاكد انكم بتكون مرت عليكم في المحتوى المختلف. فالان الفيديو ده 11 دقيقه، انا محتاج على الاقل ساعه بتاعت مراجعه عشان اعمل ابروفل للفيديو ده. فده فيديو خلاص يعني تم الترجمه بتاعته، في ريفيجنز مختلفه. بعدين هنا انا بقدر اشوف الكومنتس نفسها ما بين المترجم والمراجع، اذا كان في اي فيدباك يعني افعل كده وما تفعل كده، بجي اشوفه هنا اراجعه، وبعدها اقرر. هذا بالنسبه لي انا شخصيا، هذا ليس ستاندرد، وانما هذه تجربتي الشخصيه كيف انا اختار الامور، لانه زمني محدود وانا ما عندي زمن يعني اضيعه على اشياء كثيره، فبحاول اكون بيكي جدا في الاشياء اللي ممكن استثمر فيها زمني. فبعدها خلاص اوكي، اختار انه انا ساقوم بالمراجعه بالمصادقه للفيديو ده. هنجي هنا ده للكنترولر. في هنا ده ادوات بنستخدمها في الكيبورد، التاب بيعمل بلاي بوز. انا لو دوست على التاب هنا في الكيبورد بتاعي بنلاقي انه البتاع مشى ولا كده. تاب زي شيفت بيعمل سكيب باك، ترجعني لورا. وهنا ده اعمل سايكرونايزيشن للزمن، يعني انه النص مع الكلام متماشي مع بعض. فهنلاقي هنا ده في اشياء بتساعدني، ستارت واند والديوريشن والكاركترز الموجودين في السطر الواحد. حينما السطر يزيد عن 42 كاركتر هنا بيعمل اللون احمر على طول. يعني لو جربنا الان، انا حطيت هنا ده، شايفين طوالي زاد واختلف. فالتولز نفسها معموله على اساس انه يعني تساعد المترجم المتطوع بانه يؤدي المهمه بتاعته بصوره افضل. وين انا حعمل الفيدباك؟ انا ممكن اقدم يعني هنا ده شكرا لجهودكم المقدره في الترجمه وابعثها. فين حيظهر الكلام ده؟ حيظهر في المراجعات، يعني في المكان اللي هو فيه الفيدباك بتاع التوك نفسه بيظهر. ودي حته مهمه، يعني احنا عاوزين دائما يكون في فيدباك ما بين المترجم والمراجع، لأن عملية ليست بالضرورة في كل الأحيان هي عملية فيها توافق بصورة كاملة. تمام؟ فدي واحدة من المهام الآن، يعني الآن أنا يعني دخلت الآن والتزمت بشيء لازم أكمله في فترة محدودة. لكن لو شفنا عدد الفيديوهات والأشياء المطلوبة الآن يعني مصادقتها أو مراجعتها هنلاقيها بالآلاف، وهي محتاجة زمن طويل جداً
في حين انه المترجمين المتطوعين اللي هم المنسقين اللغه المتطوعين قليلين جدا. قليلين جدا ومعظمهم مشغولين يعني. فمسألة عشان تكون كواليفايد، شوفوا الآن في جدول المهام بتاعتي في تاس جديدة أضيفت هنا ده، وعلي أنا ده إنه أنا أكملها في 30 يوم اللي هي 29 يوم بالإضافة ليوم واحد. فلو جينا شفنا عدد المهام الموجودة الآن وتنتظر المصادقة، نشوف هنا approve في TED Talks في my language اللي هي اللغة العربية، عددهم كم؟ 2 3 4 5 6 7 7. لكن هذه السبعة فيها ايش؟ فيها فيديوهات، يعني هذه قرابة الساعة 49 دقيقة، هذه قرابة الساعة 49 دقيقة، يعني بعد كوفيد 19 والتيد بقت المحادثات طويله جدا. وفي اللي هو البارتنرز بتاع تيد زي تيد ميد برضو، يعني المحادثات بتاع تيد هي الاعلى جوده، هي الاكثر يعني محتوى جوده وكده، لكن في النهايه محتاجه زمن، يعني استثمار بتاع زمن. فبعض الاحيان لما يكون الموضوع تطور يعني طول شديد جدا، هذا ليس صدفه، ليس من قبل الصدفه، لكن المترجم المتطوع ورغبته في الموضوع والزمن المتاح له كمتطوع على اساس انه يستثمر في عمل الابروفل. هذه كلها توكس الان في تيدكس، مش كده؟ تيدكس، مشروع تيدكس في اللغه العربيه محتاجه ابروف هذه بتاعتها. فلو شفنا هنا هنلاقي ايش؟ نتكلم على احنا 33 صفحة، لو قلنا في 10 هذه 330 محادثة على الأقل، على الأقل تنتظر يعني المصادقة وموجودة. النسبة بتاعت النشاط بتاعت المتطوعين في الكوردينيشن قليلة جدا مقارنة بالانفجار الكبير جدا في عدد المترجمين المتطوعين. يعني اللغة العربية في عدد كبير من المترجمين وعدد قليل جدا من المنسقين للغة العربية. فلو شفنا هنا ده منسقي اللغة العربية، اللي هم قلنا 6 تقريبا، فيهم ناس مشوا زي محمود وإلى آخره، لكن عدد الموجودين الآن قليل جدا. فأنا هتوقف هنا وأسمع منكم يعني تفاكر، أسئلة إلى آخره. شكرا جزيلا لكم. فلو في أي سؤال ولا شيء ممكن تكتبوه في الشات عشان ما نطول على الزمن أكثر يعني من كده. فأسمع وضي ووفي، شكرا جزيلا على حضوركم للجلسة دي. ممكن لو في أي سؤال، أي سؤال أنا مستعد أرد عليه الآن. المايك مفتوح لكم. كلكم الآن مترجمين ولديكم بروفايلات، مش كده؟ هل يمكنك أن يمكن سؤال؟ أتفضل يا سليم. أنا حتى الآن ترجمت 4 فيديوهات، هل أنتظر لغاية ما يتعمل لهم ريفيو؟ يعني 2 عمل لهم ريفيو فاضل لهم أبروف، أنتظر ولا أترجم تاني؟ لا أنا ترجمي أصلا، ما يعني الموضوع بتاع الأبروف ما عنده علاقة بال، لكن الفيدباك، الفيدباك مهم، لأنه لو الغلط بيتكرر، لو في غلط محدد، يعني في أغلاط شائعة واتكتب عنها عدد من البوستات في الجروب. انا ممكن اعمل شير للجروب هنا ده اللي على فيسبوك، انا اوريدي عليه. نعم اما في يعني اخطاء كانت شائعه لفتره طويله جدا من الزمن، تمام قد عمل بوست في هنا في الانونسمنتس، بتلاقي انه في من الاخطاء الشائعه والى اخره.
هو لما اتعمل لي ريفيو كانت اخطاء طفيفه الحمد لله يعني، فمعنى كده ان انا اكمل طالما اخطائي قليله. يعني بس الأخطاء ما تتكرر في الترجمات الثانية، يعني أنت ما عندها علاقة. اكيد بحسها هاي بحسها وغيرتها. نعم، ممكن تواصل على طول في الترجمة، الترجمة ما عندها علاقة، يعني الترانسكريبشن والترانسليشن ما عنده علاقة بالأبروفل، يعني بس الأخطاء لو بقت مكررة أنت حتقللي حظوظ الأبروفل بتاعك للترجمات اللي بعدها. يعني أنا لو شفت اسمك الآن، أنا كمنسق لغة عربية شفت اسمك في فيديو وصلحت اخطاء، وجيت راجع لقيت انه في فيديو تاني نفس الاخطاء انت مكررة عندك، في الغالب انا شخصيا ساتجنب انه اراجع لك، يعني اعمل مصادقة، لانه يعني ما في تعلم في الموضوع. فمهم جدا انه ناخد فيدباك من المراجع. تمام؟ تمام. ممتاز جدا. فهنا في الملف ده اخطاء لغويه شائعه، ده ملف عمله الزميل رياض الطيب، ورياض هو برضو من المنسقين اللغه العربيه، وممكن تشوفوا الاخطاء الشائعه وكيف الواحد انه يعني يتخلص منها. تمام، هل في اي تمام. سؤال ثاني؟ السلام عليكم دكتور، شكرا جزيلا على السلام باشمهندس. الكلام الجميل. انا الا الان طبعا ما خشيت على الترجمه، لكن ان شاء الله هخش بعد. انا وصل خميس للشباب اللي عرفتني، وقدمت للترخيص لاستضافه تيدكس في الجنينه غرب دارفور غرب السودان. ما شاء الله. في الترجمه عندي استفسارين. الاستفسار الاول، ما هو قد ينم عن الكسل لكن ما كسل، هل بالضروره انا كمترجم امر على الفيديو سكند باي سكند كله؟ مثلا المترجمين المحترفين في الاختيار بتاع المحادثه نفسه يعني ما بيكون بقبيل الصدفه، في الغالب انت يا اما حضرت المؤتمر بتاع تيدكس ولا حضرت حاجه في تيد دوت كوم وجاك عبر الريكومنديشنز وبعدها قررت انك تترجمه، فانت الفيديو لازم تكون انت اصلا عارفه، يعني عارف الاوفر فيو بتاعه. الان قبل ما انا يعني ابدا في الترجمه لازم اكون حضرت الفيديو كله، عارف الفكره بتاعته، عارف الـ يعني المصطلحات. فاحنا ما بنبدا في الترجمه النصيه ما لم احنا شفنا الفيديو وعرفنا الكونتكست الخيار ككل، يعني الموضوع ككل. ايوه كلام جميل. انا سؤالي الان اعمق، انه مثلا المترجمين السوريين والصحفيين بيستخدموا الخوارزميات او الاي اي وكده في الترجمه. أيوة. السريعه، هل ممكن انا استخدم الخوارزميات وبعد ذلك اجي دقيقه شخصيا بعد ذلك ولا؟ والله هو الكلام ده بيعتمد، يعني كل مترجم بيكون عنده بريفرنس مختلف، لكن في العاده احنا ما عاوزين ماشين ترانسليشن لانه فيها حاجات لا علاقه بالخصوصيه بتاعت المكان، يعني انت عاوز تعرف اكثر. الماشين ترانسليشن حتى لو كانت سيمانتيك وليست يعني ترانسليشن اللي هو الترجمه الحرفيه ولا كده، في الغالب ما بيكون عندها احساس بالمكان أين نحن؟ ما معروف يعني. كلام جميل. واحد ما يكسل. حتى ما أطيل عليك، عندي سؤال آخر إن أمكن. نعم. من خلال تجربتك وخبرتك الطويلة في الترجمة أو في عدد الفيديوهات اللي ترجمت، تنصح بإيه؟ الترجمة هل تتم من اللغة القريبة للغة الأم؟ مثلا أنا أترجم بالإنجليزي، أنا مثلا متمكن في اللغة التركية أنا لا. هل تنصحني ان اترجم من الانجليزي والتركي للعربي او اترجم ترجمات عكسيه؟ اللغه الاساسيه في مؤتمرات تيد هي اللغه الانجليزيه، لكن لا يمنع انه شخص يترجم من لغه ثانيه غير الانجليزيه للغته الام. يعني في ناس كتار بيترجموا، انا كنت في كوريا الجنوبيه، الكوريين بيترجموا من اللغه الكوريه للغات ثانيه عندهم فيها يعني قوه، اللغه الصينيه هي قريبه من اللغه بتاعتهم، المنغوليه كذلك، اليابانية كذلك، يعني كل اللغات دي قريبين في شجرة عائلة واحدة. فالشاهد في الموضوع انت ممكن تترجم للغة اللي انت بتشعر فيها بالراحة تماما، طالما بترجم الافكار وترجمها بصورة دقيقة وتوصل المعنى كما هو يعني. كلام جميل، شكرا جزيلا. الله يخليك. في انا عندي موقع هنا ده شخصي كنت يعني شاركته مع الناس، بتلاقوا فيه فيديو قبل كده
فيه يعني لماذا أترجم محاكاة تيد، ده كان من الفيديوهات البرومو اللي اتعمل في واحد من مؤتمرات تيد، وفي فيديو كامل عن تيد نفسها وتيد اكس والى اخره. ففي موارد كثيره، تيد يعني عالم جميل جدا مليء بالافكار ومليء بالانسبيريشن، الناس ممكن تشحن منها نفسه يعني نفسها بصوره كويسه وتتجدد الافكار. احنا اللقاء بتاعنا ليس اللقاء الاخير، بل هو اللقاء الاول، على اساس انه يعني يكون في بيننا كونفرسيشن بصوره مستمره كمجتمع مترجمي تيد الى اللغه العربيه. اي سؤال ثاني ولا استفسار يا شباب؟ طيب ممكن اسال؟ تفضل ايه، تفضل على طول. هو في طريقه معينه او اي شيء يتعمل ان هو نسرع في موضوع الريفيو او الابروف، ولا هنضطر نسيب الفيديوهات ولغايه ما حد يعمل لها ريفيو ابروف؟ هو في العاده يعني بعض مرات الناس بيتواصلوا مع اللانجوج كوردينيتور ولا مع زملائهم، يعني انت ممكن تجي في الجروب بتاعنا اللي هو بتاع الترانسليترز تكتبي انه والله انا عندي محادثه يعني ترجمتها ومحتاج شخص يراجعها، هذا جزء من الكولابريشن التعاون اللي بيننا المطلوب، يعني ما فيها مشكله في الموضوع، يعني ما تخلي الموضوع انه بس في شخص يعني كده اوتوماتيكلي ممكن يجي يراجع، لان عدد الفيديوهات المحتاجه مراجعه كبير جدا، فلازم يكون في تواصل، يعني الكوميونيكيشن مهم جدا بيننا كزملاء متطوعين في الترجمه. تمام؟ فممكن في ناس they can team up، يعني انا ووفي او انا واسمع او انا وضي نختار انه نشتغل مع بعض، فانا اترجم وهي تراجع، هي تترجم وانا اراجع، هكذا. ففي ناس بيشتغلوا مع بعض في لغات اخرى فيها تيم شغالين مع بعض، ويعني بلغوا مراحل كبيره جدا من الترجمه. تمام، شكرا جدا. الله يديك العافية إن شاء الله. أنا كان زميلي محمود الجريولي من سوريا، يعني كنا نشتغل مع بعض فترة طويلة جدا، ومشينا مؤتمرين تيد تقريبا مع بعض، شاب لطيف جدا هاجر لأستراليا واعتذر عن المواصلة في المشروع، لكن من الشباب اللي كان عندهم بصمة كبيرة جدا في المشروع يعني. طيب أنا أشكركم جميعا على حضوركم وعلى الأسئلة وعلى النقاش، وإن شاء الله يكون دي فاتحة للمرات الجاية يكون معنا شباب أكبر إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم. Thank you.